نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا بنتكلم قبل الفاصل على احداث الشوط الاول وقلنا شوط هادي، ولكن مع ذلك يا كابتن هاني ان النادي الاهلي كان مسيطر بعض الوقت ولكن لم يستغل الفرصه. اكيد يا كابتن، النادي الاهلي بعض الوقت فعلا مسك الكوره شويه، وفي نفس الوقت نادي طنطا برضو عمل شوط، انا شايف ان عمل شوط مش وحش برضو، ما فيش رهبه من النادي الاهلي. النهارده بيلعب يعني ما تحسش ان الفرقه نزلت، لا بيلعب بشكل كويس، شكلهم كويس في الملعب، اللعيبه مش خايفه، اللعيبه بتهاجم النادي الاهلي، لكن ما فيش فعاليه طبعا على المرمى. لكن في بس ملاحظات على النادي الاهلي النهارده، اللعب طويل كتير جدا 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 من خط الظهر بالذات، وبالذات وبالاخص رامي ربيعه بيلعب كور طويله ملهاش اي لازمه خالص، ما بتروحش حتى لحد الواحد معين. النهارده اللمسه الاخيره عند بعض اللعيبه في الثلث الهجومي للنادي الاهلي فيها مشكله كبيره جدا، الكور كلها تقريبا 90% من الكور اللي اتلعبت بالنسبه لكهربا وبالنسبه لاجاييه واحمد الشيخ، باستثناء بس كورتين او ثلاث كور اتلعبت من علي معلول لكهربا ما استغلهاش كويس، ما عرفش يوقفها كويس، الشيخ برضو عمل واحده لكهربا طلعت اوف سايد. لكن مجمل الشوط ومجمل يعني انا شايف ان هو يعني استحواذ شويه هنا للنادي الاهلي وشويه استحواذ لنادي طنطا بدون فعاليه من النادي الاهلي ومن نادي طنطا. اتمنى طبعا الشوط الثاني مع التغييرات، اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي اللعيبه تفوق اكتر من كده، لان انت برضو يعني بتلعب باحترام النادي طنطا، بتلعب فرقه نزلت، لازم يكون الاداء اقوى من كده بكتير. فاتمنى الشوط الثاني مع بعض التغييرات اللي الراجل هيعملها اكيد، ان هو لازم برضو يجرب بالناس اللي بره، في عندك فخري وفي العربي بدر، اتمنى من الناس دي انها برضو تنزل تاخد فرصتها. شايف ان الماتش يعني هادي جدا 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 زي ما حضرتك قلت، اتمنى لازم يبقى في رتم اسرع من الشوط الثاني، الشوط الثاني احسن من الشوط الاول يعني. كابتن علاء، فعلا رتم المباراه بطيء، بالرغم ان انا معلش انا هقول حاجه يمكن تزعل لعيبه طنطا، انما اداء متواضع جدا من لعيبه طنطا. اداء متواضع من لعيبه طنطا، بس على الجانب الاخر اداء مش كويس قوي لعيبه النادي الاهلي. صحيح. بص يا، ما احنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو، قلت لك اللي هيحدد شكل الشوط الاول وطريقه اللعب النادي الاهلي. مظبوط. النادي الاهلي هو اللي هيحدد طنطا تلعب ازاي. مظبوط. يعني بيقول لك اللعبه ما فيش خطوره واللعب ما فيش حد مسيطر على الملعب. هو ده اللي عامله النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان يبقى انت المسيطر على الملعب لازم تعمل ضغط. ايوه. طول الشوط الاول 47 49 دقيقه انا بس عايز لعبه واحده حصل فيها ضغط من هنا او من هنا ولا حاجه خالص. صح. فانت اديت فرصه لعيبه طنطا ان هي تلعب كوره، بتلعبها بالجريك. أيوه. النهارده كابتن رضا بيلعب 4 2 3 1 صريحه، ما فيش تحفظ خالص، واضح ان هو يعني خلاص بقى واضح ان هو بيلعب يعني العبوا كوره في كل الماتشات على فكره. ماتش الزمالك كان بيلعب كده، مباراه النهارده برده بيلعب كده، مفيش تحفظ، بيلعب كوره اللعيبه بتعرض نفسها. أيوه. وهو طريقته ما اتغيرتش. اللي ساعده النهارده ان انت مش عامل ضغط. صح. مش عامل ضغط عليه خالص، فانت لعيبه النادي الاهلي تمسك الكوره بتلعب، يمكن بتفهم معاني في الكوره الطويله، كوره طويله انت بالظبط عملت اخطر حاجه في كره القدم، لغيت نص الملعب. صحيح. ما ينفعش يبقى في نص ملعب كورتهم كويسه زي ما اتكلمنا وانت بتلغيه بكره طويله على اساس مروان يلعبها دماغه لحد، فدي طريقه بعيده شويه. لكن لازم عشان تكسب مباراه ويبقى الشكل يتغير لازم ضغط كويس قوي من الشوط الثاني، ضغط هجومه كويس جدا، وتبدا دايما حتى الكوره جت لطنطا تعمل ضغط كويس، تقطع كوره في اقرب نقطه يا ايمن، ما تسيبش الكوره لما حد فيهم يغلط، لازم ضغط كويس على اساس يبقى الجول بدري يبقى الشكل يتغير كل الشوط الثاني. ايوه. كابتن محمد، قبل الشوط الاولاني انت قلت ان انت شايف ان جونيور اجاييه هو اللي هيبقى متطرف ناحيه علي معلول، وان اللي هيدخل جوه كهربا، وده اللي احنا شفناه فعلا. وبالرغم من ان النادي الاهلي لم يكن على المستوى المطلوب الشوط الاولاني، الا اننا شفنا فرصتين ضايعين من كهربا، فرصه من مروان محسن، شفنا زياده عدديه كتيره جدا جوه ال 18، ولكن النادي الاهلي ما استغل النقطه. هو النادي الاهلي بيحاول، يعني الاهلي في محاولات، ممكن نبقى احنا طمعانين شويه في عدد اكبر من المحاولات، او محاولات تبقى نهايتها ايجابيه اكتر من كده، لكن في محاولات، ممكن بعض الكرات في لمسات شويه في اللمسه الاخيره ما فيهاش دقه شويه، يعني علي معلول عدى بكام واحده عملهم كويسه، ممكن في واحده طلعها الكهرباء حلوه جدا بس كان محتاجه تبقى اقوى من كده، كان الكهرباء هيقابلها، واحده عملها وكانوا هم مكملين كلهم راح جايه وراهم، محمد هاني نفس الكلام شال واحده لمروان كويسه جدا اللي عملها براسه. في واحده في محاولات الاولاني برضه بدماغه ضعيف، في محاولات، بس انا بقول لك الشوط الثاني هيبقى الشكل مختلف. اولا النادي الاهلي هيفرق جامد جدا من الناحيه البدنيه، ثانيا هيبقى في تغييرات، طب مش عارف، بس ايا كان حتى لو مستر فايلر غير، تعالى نرجع للاحصائيات. الاهلي احرز 66 هدف، منهم هدفين في مباراه الزمالك خدها بالفوز بالانسحاب.
ال 64 هدف هتلاقي منهم الشوط الثاني 46 هدف مقابل 18 هدف فقط الشوط الاول. ده معناها ان انت داخل على يعني ثلاث اضعاف، يعني تقريبا ثلاث اضعاف. من هنا انا بقول لك انا عندي ثقه كبيره جدا ان الاهلي دايما الشوط الثاني بيبقى تركيزه اعلى، بيبدا يعني يعمل الفارق بتاعه. الناحيه البدنيه طبعا بتعمل فرق كبير جدا، الدافع كمان بيزيد لان اللعيبه بتشعر بالخطوره الى حد ما. ده مش معناه طبعا ان هم يضيعوا الشوط الاول، لكن المحاولات اللي اتعملت الشوط الاول احمد الشيخ عدى بواحده حلوه جدا وراح عاملها بالعرض بس ما لقيتش متابع. محتاجين تظبيطات خفيفه قوي في حته الانتشار في ال 18 زي ما انت قلت، هو في انتشار في ال 18، جونيور داخل ومروان موجود وكهربا موجود، بس حته الانتشار بحيث ان احنا نغطي المرمى كله، بحيث الراجل اللي في الجنب ده لو بيطلع الكوره، احمد الشيخ طلع كوره بالعرض اللي مشيت على الارض، دي ممكن لو حد متابع على القائم البعيد يحطها بسهوله جدا. عجبني جدا كهربا الجون الملغي، هايل هايل هايل، احمد الشيخ عملها بذكاء جدا بوش رجله الخارجي، لعبه فيها فن عالي جدا، وكهربا جاي من ورا مخترق في المساحه الحلوه جدا، ممكن ان هو يعني اساء تقديرها او جت في ايديه، لكن عاجبني اول انطلاقه في المساحات وجونيور كمان عدى الكوره. الفكره دي ان احنا نلعب كوره في مساحات ونبدا ننطلق ما نجيش بتمركزات من الثبات، دي هتفرق جدا مع دفاع طنطا، هتقدر ان احنا تسهل اختراقنا ليها. كابتن عادل، تقييمك لاداء الفريقين النادي الاهلي ونادي طنطا الشوط الاولاني، وايه اللي ممكن يحصل الشوط الثاني؟ لا التقييم الريتم واحد، الريتم المباراه مفيش حد هو اللي قائد الملعب جوه الاهلي، مفيش رقم 10 اللي يقدر يعمل لك ريتم المباراه. الفرص اللي اتخلقت كانت ممكن لو في لعيب رقم 10، يعني لو في قفشه او وليد يعني سليمان موجودين، انت عندك كم سرعات كويس جدا في الملعب، عندك اجايه وعندك كهربا يعني، ولو وجود مروان انت لو ممكن موجود بادجي وعندك ما عندكش رقم 10، الناس دي محتاج حد يخلق لهم فرص. انت بتروح لكن اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره والتحضير للهجمه. خد بالك انت بتروح في المنطقه دي اللعيبه اللي موجوده ما عندهمش الملكه بتاعت ان انا اعمل ثرو باس بشكل كويس، غير اللعيب رقم 10 يعني، غير قفشه وليد سليمان. يعني قفشه وليد سليمان انت النهارده في يعني لو عرفنا نجيب له لقطات بعد المباراه في منطقه اللي قدام الديفنس في طنطا والكره معاهم او الكره في الاستحواذ، والكره كمان هجمات مرتده، الحته دي فاضيه جدا، الحته دي لو بيستلمها لعيب كوره عنده دقه في التمرير هيعرف يعمل كل كره صح. خد بالك احنا في كسره عدديه ولكن على الفاضي، بمعنى ان كل شبه بعض، كلهم بيقوموا بنفس الوظيفه، مفيش حد مختلف. يعني لو وليد لو موجود هيعمل لك 3 4 ثرو باس الشوط الاولاني سهل جدا، قفشه لو موجود، الحاجات دي بتاع التصيط لعيب الكوره. وعشان تفوق الخط الامامي للعيبه الاهلي لازم الكوره تجي لهم كتير، مش هم اللي يروحوا يخلقوا فرص يصنعوا الكور اللي المفروض هي تجي لهم. فانا شايف ان مش الاداء مش هيتغير غير بوجود رقم 10 في الملعب، لازم يكون لعيب رقم 10 في الملعب عشان يعرف يخلق فرص احسن ويكون استغلالها بشكل احسن من كده. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني، وهنروح مع بعض نتفرج على الشوط الثاني ونتقابل بعد احداث الشوط الثاني، وان شاء الله يكون النادي الاهلي كسبان. مع نجومنا نجوم استوديو النهارده، كل التوفيق للنادي الاهلي.